السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الحكواتي ونجوم الدور الثاني. الحلقة دي عن واحد من أميز الأصوات التي ظهرت على الشاشة في تاريخ الأداء التمثيلي العربي، واحد من أكثر الفنانين نقدر نقول ثقافة سياسية أيضا في تاريخ الأداء التمثيلي المصري والعربي. كان له آراء سياسية فجة وحدة جعلته يدخل السجن في الستينات بتهمة قلب نظام الحكم، اتهم انه شيوعي واتهم انه ملحد، رغم انه ويا للعجب من آل البيت وينتمي لسلالة الأشراف وكان من مريدين الحسين وكان البعض بيعتبره شيخ أو قطب صوفي. إزاي يجتمع في هذا الممثل إنه شيوعي ملحد وإنه قطب صوفي؟ وآخر كلمة قالها وهو بيموت: مدد يا حسين جايلكم يا آل البيت. دياب في الأرض، اسمه كده في الشخصية اللي قدمها في فيلم الأرض، الفنان علي الشريف. علي الشريف قصة غريبة. علي الشريف ولد في 3 يناير 1934 ورحل عن دنيانا في 11 فبراير 1987. هو بينتمي لأصول من محافظة الشرقية لكنه عاش في القاهرة ودخل الهندسة، وهو في الهندسة تعرف على بعض اليساريين، واليسار المصري في هذا الوقت كان له عدة أطياف، يعني كان الطيف أو النوع الراديكالي أو المتطرف منه كانوا شيوعيين، والشيوعيين برضو كانوا أصناف، وكان في يسار معتدل، وكان في اشتراكيين مثاليين بسموهم الفابيين. المهم هو انتمى لهذا الفصيل، وبعض المراجع بتقول انه انتمى وبعض المراجع بتقول انه انتمى لخلية سرية او تنظيم شيوعي سري في الجامعة. وبعد تخرجه من الهندسة علي الشريف استمر في هذا التنظيم. عبد الناصر اختلف مع الشيوعيين فبدأ يجمعهم ووضعهم في السجون، وخد رؤوسهم الكبيرة، الرموز الكبيرة، يعني منهم الشاعر الكبير فؤاد حداد، منهم الكاتب العظيم عبد الرحمن الشرقاوي، منهم الصحفي والفنان الكبير حسن فؤاد اللي علي الشريف اتعرف عليه في السجن وبعد كده سمى ابنه على اسمه، منهم احمد فؤاد نجم والشيخ امام، منهم يعني ناس ورفعت السعيد، منهم محمود امين العالم، منهم الدكتور لويس عوض، منهم الصحفي محمود السعداني. فجأة علي الشريف لقى نفسه عضو في تنظيم يدعو لقلب نظام الحكم ضد عبد الناصر، ولقى نفسه في سجن الواحات مع هذه الكوكبة. طبعا يعني الواحد لما بعد كده قعد يقرا مذكراتهم اتعذبوا واتحقق معاهم وعاشوا، يعني يمكن محمود السعداني ليه كتاب كبير جدا اسمه الطريق الى زمش، وبقول في الكتاب ان هو اخترع تنظيم اسمه زمش، يعني الاختصار لكلمه زي ما انت شايف، وانه ما كانش في حاجه كده يعني، وانه هو اتهم باتهامات في هذا التنظيم هو وزملائه بدون ما يكون فيه لا تنظيم ولا دياوله. نرجع للفنان علي الشريف اللي اتخرج اشتغل مهندس، فجأة لنفسه في السجن، كل ده لسه ما مثلش، لسه ما تعرفش. وهو في السجن عملوا فريق تمثيل، عبد الرحمن الشرقاوي هذا الكاتب الشاعر العظيم اللي عمل فيلم الأرض والحسين شهيدا والحسين سائرا وكتب أفلام كتير جدا وروايات ومسرحيات، كتب الأرض وهو في السجن. حسن فؤاد بدأ يكتب السيناريو وبدأوا يمثلوا فيلم الأرض جوه السجن. فعلي الشريف قال لهم: ايه العبط اللي انتوا بتعملوه ده؟ ما تعملوا اعمال قويه كده. فقالوا له زي، قال لهم زي اعمال صلاح عبد الصبور. كان صلاح عبد الصبور ساعتها يعني بيقدم على انه المجدد في الشعر العربي والمسرح الشعري. فعمل مأساة الحلاج. علي الشريف اخرج مأساة الحلاج. وبدا يعمل اعمال لصلاح عبد الصبور ثانيه، وكان بيعمل دور المراه. علي الشريف هذا بصوته الجهوري وشكله الرجولي قوي ده كان بيعمل أدوار النساء. المهم قضوا كذا سنة في السجن وخرجوا.
مين المجنون المخرج اللي يعني عنده لوثة الفن اللي ممكن رغم انه يعني طبعا بقى ساعتها نظام عبد الناصر والمخابرات وصلاح نصر كانوا بيتتبعوا هؤلاء، لكن المخرج الجريء اللي كان بيروح لهؤلاء اللي بقى اللي خارجين من السجن بتهمة الشيوعية يوسف شاهين. فيوسف شاهين راح يقابل عبد الرحمن الشرقاوي فلقى عنده احمد فؤاد نجم وحسن فؤاد وعلي الشريف، وخد سيناريو فيلم الارض وبيسلم على علي الشريف قال له اهلا يا دياب. فعلي الشريف قال له مش فاهم حاجه، قال له انت دياب على طريق بقى يوسف شاهين. وفعلا خده، وكان ده اول دور يعمله علي الشريف في السينما او في التمثيل عموما، هو دياب. وانا مش متصور ومتهيألي ناس كتير من اللي تابعوا الفيلم حد يعمل دور دياب في فيلم الارض غير علي الشريف. مين دياب يا دياب؟ دي بنت الشيخ يوسف. بنت مؤدبه بصحيح، ما رضيتش تقابلني بالزلعه فاضيه. ونعمل ادب يا دياب. شايف الميه راكبه ارض محمود به ازاي؟ يعني اشمعنى قاطعين الميه عنا والري هنا بالراحه عند محمود بيه؟ يا سلام يا سلام، بطلوا قر على محمود بيه، الراجل عاوز يخدم البلد جاك والغم. حر ايه دي؟ ايش السكه مولعه كده ليه؟ حاسب على نفسك يا واد يا دياب، ده احنا هنجوزك اول ما نبيع القط. لكن نستنى القط ليه؟ هي قله فلوس والبركه فيك برضو. واحد جوزني مين بقى؟ ايه رايك يا واد يا دياب في بنت الشيخ يوسف؟ يوهو، ما تجوزنيش ليه بنت ابويا سويلي؟ وصيف يا مال، ما تخطب لي وصيف. حرياح حرياح دي، ايش السكة مولعة كده ليه؟ ايش السمسة مولعة الكوبري كده ليه يا محمد افندي؟ ارجع انت يا دياب، ارجع راكب الجحش، حاسب عليها في السك. خد بالك من والدتك، اوعى تخالفها او تزعلها او تشخط فيها. خد بالك من الارض. محمد افندي، محمد افندي، يلا يا محمد افندي، محمود بيه مستنى عايز اطمن عليك. ادي نمرة التليفون لو تهت مني في محطة مصر. اتفضل حالك مطر. مع السلامة. مع السلامة. محمد افندي، ايوه يا دياب، كنا بينا نفسي في الطعمية السخنة والعيش القمح. اوعى يا جدع الافندي، خدش يا افندي جوه، خد الثبت يا محمد افندي، يا سلام. خد يا جدع بيزنس طبعا. انا مش مسافر، سيبني النار، انا هاخد طعميه. بعد الفيلم ده نقدر نقول معظم اعمال يوسف شاهين كان علي الشريف قاسم مشترك فيها، لدرجه ان يوسف شاهين بيقول ان هو بيعتبر علي الشريف في احد حواراته معايا انا شخصيا، سجلت معاه وانا طالب ونشرت هذا الحوار في مجله الاذاعه والتلفزيون، قال لي انا بعتبر علي الشريف ممثل عالمي، وانه علي الشريف ده لو كان بيمثل في هوليود ولا في فرنسا ولا في اوروبا كان هيبقى هياخد مكانه كبيره جدا. فكان يوسف شاهين بيعشق علي الشريف وكان دايما يجيبه في اعماله. وهقول لكم حاجه، يوسف شاهين خلى علي الشريف هذا الصوت الاجريسيف الفجومي الفالجر يعني وقل ما تشاء، خلاه يغني في عودة لابن الدار، وخلاه يغني مع ماجدة الرومي، يعني حاجة ما حدش يصدقها. وعمل معاه اعمال كتير قوي، يعني عمل معاه عودة لابن الدار، عمل معاه العصفور، عمل معاه وداع عن بونابارت، عمل معاه اعمال كتير قوي. لكن لا يمكن ان ننسى ايضا دور علي الشريف في افلام زي حب في زنزانه والمتسول والكيف وكراكون في الشارع وعلى من نطلق الرصاص، الكذاب والكرنك والانسان يعيش مره واحده، وتحس ان هو بينتقي الاعمال. يعني انا اعتقد انه ما فيش دور عمله علي الشريف في اي عمل فني الا هو تلاقيه دور مهم، دور اساسي، ودور ما تتصورش ممثل تاني يعمله غيره. برضه من الحاجات اللي عملها في بداياته، يعني هو عمل الارض سنه 68، وانا بعتبر فيلم الارض طبعا فيلم يعني لا يقل عن العالميه في شيء، فيلم عالمي. لكن الغريب في الامر انه تاني فيلم يعمله علي الشريف كان فعلا فيلم عالمي مع مصطفى العقاد، فيلم فجر الاسلام، اول فيلم عربي يتعرض
في مهرجانات دولية ويتم دبلجته واتعرض على مليار مسلم في العالم. You must weep like me. Lord, we beg you with tears in our eyes. Weep. Come on, I cannot. You must. Lord, I beg you. Should you grant spoils to this unworthy warrior, then let them be a beautiful maiden. Lord, grant me sustenance and blessings. Protect me, O Lord, and let me not fall into disgrace. Lord, I beg you, will you not grant your servant her freedom? Tell me, Lord, why is your face turned from us? My daughter and I are slaves now, when once we were masters in your eyes. I beg you, grant us freedom, freedom. Lord, I beg you to give strength and support to my husband, Al-Har, and my son. Grant him wisdom and grace, my Lord, that one day he will grow up to be a man. علي الشريف كان بيعمل بروفات مسرحية علشان خاطر عيونك مع شريهان. وعمل شهرين ثلاثة بروفات وتاني يوم كان هيبقى العرض. يعني عمل البروفة جنرال والعرض تاني يوم. فؤاد مهندس بيقول له عامل ايه وكده. فقال له يا استاذ انا مانيش مستريح وحاسس ان انا مش هكمل فياريت تشوفه ممثل غيري. فؤاد مهندس قال له مستحيل وسيبك من التخاريف دي وروح ريح. كان في ايده هو كان قارئ جيد عشان كده انا بعتبر علي الشريف اكتر فنان كان يقرأ. يمكن ما شفتش في حياتي فنانين يقرؤون ويعرفون يعني سياسة وأدب وتاريخ وكذا إلا نور الشريف بصراحة. يعني أكتر اتنين فنانين من خلال المتابعين شفتهم يعني مثقفين وقراء هم نور الشريف وعلي الشريف. بالصدفة أنا ما خدتش بالي في تشابه الأسماء غير دلوقتي والله يرحم الاتنين وهم يمكن جيلين مختلفين. علي الشريف كان بيقرأ الحسين ثائرا والحسين شهيدا وكان بيحب كل اعمال عبد الرحمن الشرقي قوي فكان شايل دايما الكتب في ايده رايح جاي. المهم ساب البروفه بتاعت علشان خاطر عيونك وروح بيته. مراته السيده خضره محمد امام بتحكي بتقول ان هو روح اتعشى وقعد يقرا في سيره الحسين وبعدين قال لها تعالى انا عايزك ودخل اوضه النوم مدد على السرير هو ساند راسه على شباك السرير قال لها كده بالحرف حسب روايتها بكرة ما توديش الولاد المدرسة. وكان مخلف ستة يمكن منهم المخرج المسرحي حسن الشريف. فقالت له في ايه قال لها انا هموت بعد شوية. كان الكلام ده قرب الفجر. فالمهم ايه قال يا رب اصلي الفجر واموت. وفعلا بعد شوية الأذان أذن قام صلى الفجر. الغريب في الأمر إنه بعد ما قال لها كده هي بتقول إنه فجأة راسه جات على كتفه والروح طلعت لبريقها. فبتقول له يا علي يا علي رد عليا. قال لها أنا كويس أنا في البرزخ مدد يا حسين جاي لكم يا آل البيت. حكايات كتيرة جدا بتحكي عن هذا الفنان الأسطورة وهذا الفنان المثقف وهذا الفنان اللي كان عنده فكر ورؤية وأيديولوجيا وكان متصوف وكان من أحباء آل البيت ومن نسل النبوي الشريف علي الشريف اللي كان من الأشرف. دي حكايتنا عن واحد من نجوم الدور الثاني. وفي حلقة تانية نحكي عن نجم آخر من نجوم الدور الثاني والحكواتي. وإلى اللقاء.